السلام عليكم. وجه تجمع وكلاء السيارات الجزائريين البالغ 70 وكيل رسالة جديدة للرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يطالبون من خلالها بالإفراج عن رخص استيراد السيارات والفصل في الملفات المتواجدة بلجنة الطعون بعد مرور 48 يوم عن صدور قرار الرئيس المتضمن إلزامية الإفراج الرسمي عن رخص استيراد المركبات الجديدة، مشيرين إلى خسائر إجمالية تجاوزت 1000 مليار سنتيم وكلاء مجتمعين. وفي الأخير عزيزي المشاهد، أنت كمواطن جزائري كيفاش راك تشوف في هذه القضية تاع استيراد السيارات؟ وما هو السبب الرئيسي في عرقلة هذا الملف؟ وين تغادي يكون الفرج إن شاء الله؟ سلام.